بسم الله الرحمن الرحيم، برحب فيكم بأسبوعنا الخامس من دورة واجهات المستخدم الرسومية. تعرفنا بالأسابيع الأولى على الأساس النظري للواجهات الرسومية. تعرفنا على بنية الواجهات، كيف ممكن برمج واجهة رسومية بسيطة. بعدين انتقلنا لنتعرف على خصائص الواجهات وعلى توابع أمور أخرى متقدمة بالواجهات. اليوم بإذن الله رح نناقش برمجة الواجهات والربط ما بين عدة واجهات، برمجة القوائم. محاضرتنا رح تكون على جزئين. الجزء الأول رح نناقش فيه برمجة المين منيو أو القوائم الرئيسية. الجزء الثاني رح بالإضافة لبرمجة الكونتكست منيو. بالجزء الثاني رح نشوف الفرق بيناتهم. بعدين بالجزء الثاني رح ناخد استراحة بسيطة، وبعد الاستراحة رح نبلش الربط ما بين الواجهات. طبعا نحنا سبق وبالاسبوع الثاني تعرفنا على البنية الأساسية للواجهة، كيف بتم تخزين المعطيات من خلال بنية هاندلز، كيف بتم تطوير محتوى البنية من خلال جيو اي داتا. اليوم راح نشوف كيف ممكن نستغل هذا الشيء لنشارك المعطيات ما بين عدة واجهات من خلال ماستر سلايد، يلي هو راح يخزن الماستر، راح يتم فيه استدعاء الواجهات او البرنامج الواجهة الرئيسية للبرنامج، راح يتم ربطه مع عدة واجهات من خلال ما يسمى الجريد او شبكة مترابطة مع بعضها. راح نشوف هذا الشيء بإذن الله بالجزء الثاني للمحاضرة. بالبداية خلينا نتعرف على المنيو. لو فتحت بلانك جي يو اي بلاحظ بأعلى واجهة الجايد منيو اديتور. لو فتحت هذا المنيو رح لاقي عندي خيارين، منيو بار وكونتكست منيو. شو الفرق بين هذول النوعين؟ المنيو بار هي عبارة عن شريط القوائم اللي بيظهر بأعلى الواجهة الرسومية، أما الكونتكست منيو فهي القوائم اللي هتظهر على الكائنات. يعني لو كان عندي مثلا رسم أكسس، عنصر من نوع أكسس، وبرمجت له منيو، فلما أضغط عليه بشكل باليمين رح تطلع لي قائمة مشابهة لهي القائمة، هي الكونتكست منيو. طيب خلونا نشوف كيف ممكن أول شيء نضيف منيو بار. النيو منيو رح يسمح لي أنه نضيف منيو جديدة، رح يسألني على الاسم، فلو فرضت أنه فايل أو تمام فايل. التاج طبعا مفهوم التاج صار واضح للجميع، فايل كول باك. هون ممكن احط اختصار كنترول A كنترول B كنترول C لتسريع تشغيل الواجهة ولتسريع الاستدعاء. ممكن احط فاصل سبريتر فوق هال مثل هم شايفين. عندي تشيك مارك this item و enable this item، كله هذا الحكي مشروح بصفحة النظري، هذا الحكي كله مشروح. عندي هون كيفية الإنشاء والخصائص. بعدين عندي الكول باك راح أتركه أوتوماتيك. طبعا ممكن أنا أعين الكول باك اللي بدي إياه طبعا، ومن خلال مور بروبرتيز ممكن أدخل أتحكم بكافة خصائص المنيوز. عندي الخصائص مثل مبينة، عندي الـ UI context menu، هي خاصية مهمة للقوائم الكونتكست منيو. هلأ احنا نرجع نشوفها. هلأ لو أردت إضافة ضمن هالقائمة خيارات، فالأول لو كان نيو مثلا، نيو
هول باك ممكن كمان نضيف واحد ثاني وليكن اوبن هول باك ممكن كمان نضيف واحد ثالث وليكن نيو اوبن سيف طبعا من هون بإمكاني اختار أي تسريع فتح القوائم كنترول او مثلا كنترول بي كنترول سي الى اخره بنلاحظ هلا لو حفظت الواجهة باسم منيو رح لاحظ تشكل عندي 3 توابع او 4 توابع التابع الاول اسمه فايل كول باك التابع الثاني نيو كول باك التابع الثالث نحن سمينا كول باك يمكن سمينا واحد كول باك والتابع الرابع سيف خلينا نرجع نشوف تمام هذا اوبن كول باك عدله تمام تم التعديل اوبن كول باك بعدين سيف كول باك لو شغلت الواجهة حتم انشاء قوائم مثل ما احنا شايفين خلونا نضيف عنصر كمان لهي القائمة هو exit exit callback control x ارجع احفظ وراح احط بالاكزيت ديليت هاندلز دوت فيجر 1 لاحظوا هلا لو شغلت الواجهه وفايل اكزيت راح يسكر لي الواجهه هي مثال جدا بسيط وطبعا بامكاني اكبس كنترول اكس كمان سكرت الواجهه طيب خلونا نشوف كيف ممكن نستفيد من التابع open من الـ open بنفس الطريقة ممكن استخدم open لأفتح أي ملف ملف in file ملف word ملف jpg صورة أي ملف هذا الشيء بيتم من ممكن بكتابة السطر البرمجي التالي بالاستفادة من الـ UI get file الـ UI get file رح تسمح لي أنه ادخل فايل على الواجهه الرسوميه اللي عندي فلو كتبت فايل نيم والباس نيم اللي هي المسار واسم اسم الملف ومساره اليو اي جيت فايل راح يحتوي اول شيء راح احط له نجمه شو ما كان يعني اسم الملف لاحقته doc document كمان لاحقة تانية شو ما كان اسم الملف jpg كمان شو ما كان اسم الملف بدل jpg راح احط مثلا mfile بهي الطريقة select file السطر الأخير اللي كتبته من خلال الفايل نيم
والباث نيم راح يحدد اسم الملف ومسار الموجود عليه. راح يعرض لي كافة الملفات اللي لاحقتها document أو DOC والجي بي جي، الصور الجي بي جي بالإضافة إلى الام فايل، وراح يكون اسم الواجهة اللي راح تطلع عندي select file. هذا الشيء راح يتم من خلال التابع UI get file. مثل ما الكل بيعرف الواجهات بتتعامل مع توابع، مع functions. الفانكشن بتعتبر ما ضمنها، يعني الـ variables أو المتغيرات اللي ضمنها خاصة فيها. مشان هيك مشان يكون عندي مرونة بالتعامل، راح أعرف global file name على أنه عالم يمكن استخدامه مع أي تابع، وراح خزن ما تم قراءته بالبنية handles. عندي الفايل نيم على سبيل المثال باسم فايل، بأي اسم تاني ممكن يكون فايل نيم، فايل بيكتشر، ساوند، أي شيء. handles دوت الباث نيم كمان راح خزنه بالبنية handles باسم وليكن باث أو أي اسم تاني. بهالطريقة صار عندي إمكانية لأتعامل مع الملف يلي راح يتم إحضاره باستخدام المينيو open وقراءته والتعامل معه. فلو شغلت هلا الواجهة، عندي new open save و exit. مثل ما ذكرنا exit راح تسكر الواجهة، open أعطاني خطأ، خلينا نشوف شو الخطأ. فايل نيم خلونا نرجع نتأكد global file name، الفايل نيم، الباث نيم، UI get data راح يحضر. تمام، خلونا نشوف، يمكن هون لازم تكون هي فاصلة منقوطة، نتأكد. طبعا ممكن بنفس الطريقة كنترول او. تمام، هي فاصلة منقوطة وليست نقطة فاصلة. هذا لو ممكن كنترول او مباشرة راح يفتح لي نفس الشاشة. من خلال على سطح المكتب راح اختار جي بي جي او ماتلاب لحاله، عرف انه ماتلاب كود فايل ام فايل. فلو اخترت جي بي جي عندي هاي الصور، بنلاحظ راح يتم تخزين. مثلا لو اخذت هاي الصورة، تم تخزين هاي الصورة بالفايل نيم على هذا المسار، بامكاني اتعامل معه. فلو رجعت للماتلاب وحطيت لو حطيت جلوبال فايل نيم وعرضت الورك سبيس، بنلاحظ عندي بالفايل نيم صورة تم تخزينها. لو حطيت ايمج ريد وحطيت الفايل نيم، راح يتم قراءة الصورة كمصفوفة. طبعا جميعنا بنعرف انه قراءة الصورة بتتم كمصفوفة بالماتلاب من خلال تابع image read، ومن خلال تابع image show بيتم عرض هاي الصورة. طيب شو اللي صار هلا؟ اللي صار انه تعريف التابع على انه global او ال variable على انه global سمح بانه شاركه مع توابع تانية، فانا شاركته مع الورك سبيس وتم ادخاله من خلال المنيو. بهي الطريقة ممكن دخل أي variable، ممكن دخل أي ملف in file، jpg، ملف word، ملف excel، ملف pdf، أي ملف اتعامل معه.
من خلال توابع الماتلاب حسب الهدف من المشروع اللي عم ساوي. فلو كان مثلا مشروع معالجة صور ممكن ادخل الصورة اعرضها من خلال الاكسس مثل ما شفنا سابقا، اعدل عليها، احفظها على اعدل عليها واعرضها على اكسس تاني، على محاور تانية. وبالنهاية بعد الانتهاء من العرض بإمكاني أعمل لها حفظ، أحفظ هاي الصورة، وبالتالي بهي الطريقة رح يصير عندي إمكانية لأتعامل مع مختلف أنواع البيانات وإدخالها وقراءتها التعديل فيها وحفظها. بس كنا ننتظر ليخلص قراءة المصفوفة. هلا شفنا كيف ممكن نتعامل مع الملفات، مع القوائم وإدخال الملفات بلواحق مختلفة. رح أرجيكم مثال بسيط تم تنفيذه بأحد دورات اللي انتهت، دورات القديمة. تمام، هذا البرنامج عبارة عن واجهة رسومية لتعديل على الصور. راح يطلب الـ open from camera أو open from camera راح يشغل الكاميرا، راح يصور من الكاميرا مباشرة. open راح يستدعي الصور، فلو أردت تعديل على هاي الصورة فتحت الصورة، تم إضافة الصورة هون، بإمكاني تحكم فيها مباشرة من هون، أو بإمكاني أعمل لها روتيت على سبيل المثال هتطلع على المحور الثاني. ممكن اعمل لها سيف، ممكن اعمل لها سيف واضغطها about program وكلوز. هذا البرنامج طوره المهندس محمد حواص اللي اسمه بالدورات الاولى للماتلاب. رح نعمل كمان مشروع مشابه رح له ان شاء الله بدورتنا هي، او رح نطور هذا المشروع. فاعتمد برمجة القوائم على المفاهيم يلي حكيناها اليوم. طيب خلونا هلا نشوف برمجة قوائم الكونتكست. لو أضفت أول شيء كائن من نوع Access ورحت على القوائم، ورحت على الكونتكست منيو وعملت إضافة لقائمة جديدة وسميتها open، وقائمة تانية سميتها save، وقائمة ثالثة سميتها exit. لو عملت حفظ، أو خليني أشوف ال more properties، خلاص عندي أكثر من تاج هون. لو عملت هلا حفظ خلوني أحط قوائم فرعية ضمن القائمة الرئيسية. كمان رح أعطي أسماء عشوائية، تاج إيه بي، تاج بي. لاحظوا لو دخلت على خصائص الكائن عندي خاصية اللي اسمها الـ UI context menu. UI context menu رح لاحظ عندي القوائم التالية. فلو اخترت open مثلا وشغلت الواجهة اللي عندي، كبست عليه طلعت عندي القائمة A و B.
فراح أرجع أعطي مثال أوضح. المثال اللي حكيته مو كتير واضح. راح أحذف كل شيء عندي، راح أحط قائمة جديدة حسميها exit، وراح أعطيها مهمة إنه تسكر البرنامج وقت اختياره exit. راح أفتح ال editor، هذا ال editor، راح أروح على التابع exit اللي فيه exit delete handles dot figure واحد. لو شغلت هلا تمام، بدي ارجع على الواجهة، على الخصائص، على اليو اي، كونتكست منيو، راح اختار الاكزيت، اعمل حفظ صار وتنفيذ. ما طلعت عندي الاكزيت، في مشكلة، خليني ارجع internal problem، خليني ارجع اشوف. سكرت ما طلع. طيب بهالطريقة عندي امكانية اني برمج قوائم خاصة بالكائنات، راح يصير عندي امكانية للتعامل بمرونة اكبر. يعني مثلا عندي إذا تكست أو عفوا عندي أكسس، بإمكاني مباشرة أكبس عليها باليمين Open، راح تفتح لي صورة، هاي الصورة، أو يعني ممكن حدد تفتح لي صورة، ممكن حدد تفتح لي أي شيء تاني حسب متطلبات البرنامج عندي. أرجع القوائم، راح نلاحظ عندي الكونتكست، عندي الإكزيت، راح أحط قائمة فرعية بقلبها اسمها إكزيت 1 إكزيت 1، التاج تبعها راح أعمل لها حفظ، راح أروح لآخر واحد. تمام، هلأ راح نفذ. لاحظ كبست باليمين، طلع لي عندي الاكزيت، نفذته، سكر لي الواجهه. بهي الطريقه ممكن كمان اعطي مرونه كتير كبيره لبرنامجي، اضافه خصائص لاي قوائم لاي كائن عندي بالواجهه. هلا هذا كل شيء بيتعلق بالقوائم حبيت احكي. اذا في عندكم اي اسئله تفضلوا اطرحوها مشان انتقل ل الجزء الثاني من محاضرة اليوم. باسل، في أي سؤال باسل؟ كل شيء واضح بتعلق بالقوائم، المنيو، الكونتكست منيو، كله تمام؟ طيب شو المشكلة؟ شو في أسئلة؟ طيب أوكي، هلأ برجع بشرحك. كاظم كل شيء واضح؟
هلا برجع بشرح الكونتكست منيو او قوائم المحتويات. محمد شمدين، في شيء مو واضح بالنسبه لقوائم المحتويات والقوائم البار منيو؟ طيب محمد زوين، عندك أي مشكلة؟ كل شيء واضح ولا؟ رهف، في أي مشكلة رهف؟ وسيم، في أي مشكلة وسيم أو شيء مو واضح بالنسبة للقوائم غير سؤال قوائم المحتويات؟ طيب أوكي، راح أرجع بشكل سريع أشرح القوائم بشكل عام، قوائم المحتويات والقوائم العامة. عندنا نوعين من القوائم، المنيو بار والكونتكست بار. المنيو بار هي القوائم اللي هتظهر بأعلى الواجهة، الكونتكست بار هي قوائم المحتويات راح تكون خاصة بكائن محدد. فأنا لو ضفت مثلا، خلينا نشرح على هي الواجهة، لو ضفت مثلا كائن من نوع سلايدر، فلو كبست عليه باليمين فهي القائمة اللي طلعت هي كونتكست منيو. أما هاي المنيو هي كونتكست منيو، أما لأنها خاصة بهذا الكائن. أما المنيو العلوية اللي هي البار منيو فهي المنيو العامة الخاصة بكل الكائنات، يعني خاصة بكل الواجهة، يعني لكل الواجهة. فالتفريق الأول اللي لازم ننتبه له أنه هاي البار منيو اللي بالأعلى هي قائمة لكل الواجهة، والكونتكست منيو اللي عالية اللي لما تظهر لي لما أضغط على كائن ما اسمه كونتكست منيو، قائمة محتويات خاصة بهذا الكائن. يعني هي القائمة اللي شايفينها احنا هلا هي عبارة عن كونتكست منيو. طيب كيف ممكن انا برمج هالقوائم؟ كل قائمة راح احطها راح يكون في لها ليبل اسم وكول باك او تاج ليبل وتاج. هذا التاج هو اللي راح يوصلني مع الملف ان فايل اللي راح اكتب فيه التابع اللي بدي اياه. فلو قلت انه الاوبن تكون مسؤول عن فتح ملفات صور، ملفات وورد، ملفات مختلف انواع الملفات، فهذا الشيء راح يتم من خلال التاج. انا حدخل على التابع راح اكتب الاوامر اللي بدي اياها من خلال. هلا ممكن انا اعطي احترافيه اكثر لواجهتي لحتى انه ما اتعامل مع البار منيو، اتعامل مع بشكل خاص مع كائن محدد، مع منيو محدد. يعني احيانا ممكن انا اكبس باليمين على الاكسس وافتح فيديو اتفرج على فيديو على الاكسس على المحاور بشكل مباشر، ما في داعي اروح على الفايل. يمكن ما يكون عندي بار فايل بار منيو بار، يكون عندي بس كونتكست بار. هالكونتكست بار مثل ما شفنا، ف راح احط كمان واحدة تانية وثالثة ورابعة وخامسة، راح اكبس اوكي، راح احط على لاحظوا، راح ارجع مرة تانية على السريع. لاحظوا هون عندي المنيو، عندي المنيو الأولى، المنيو الثانية، الثالثة بهالطريقة. فلو لاحظوا هون أخذ مع الأكسس، بس لاحظوا هون الكول باك كانت أوتوماتيك، هلأ صارت مع الأكسس لأنه سبق وحطيتها للأكسس. لو حطيتها للأكسس هرجع أسميها واحد مشان هي نفسها اللي كانت موجودة قبل شوي. يفترض انه خلني ارجع عليها. اليو اي كونتكست
exit. لو شغلت هلأ هلاقي القائمة طلعت عندي بشكل مبين. فأنا أعطي وظيفة الإغلاق للزر الأول، سكر لي الواجهة من خلال هون التابع ديليت. ممكن بنفس الطريقة أعطي أوامر فتح صور، فتح فيديو، فتح الشيء اللي بدي إياه وأظهره على هذا الكائن أو على كائنات تانية. هذا الشيء أنا بخصصه حسب الوظيفة اللي بدي إياها. واضحة فكرة القوائم؟ أي على السريع شرحت قبل شوي بشكل تفصيلي وعطيتكم مثال وعرجيتكم كيف ممكن نساوي هذا الشيء، وكيف ممكن أدخل صور، وكيف ممكن أدخل مختلف أنواع الملفات، كيف تتخزن، كمان حكينا كيف تتخزن. رح نساوي بإذن الله مشروع رح نتعامل فيه مع كافة مفاهيم الدورة، رح يكون جدا مفيد إن شاء الله. طيب خلونا نبلش هلأ بالبرمجة الواجهات أو الربط بين الواجهات. خلونا نشوف كيف ممكن نربط بين الواجهتين. لو فتحت واجهة جديدة، أنشأت واجهة جديدة، هي المين راح تحتوي فقط على عنصر كائن من نوع بوش بوتوم، وظيفته ينقلني للواجهة الثانية next، التاج تبعه s next، التاج تبع الواجهة راح اسميه s1، هاي الواجهة الأولى راح أسميها من راح أفتح واجهة تانية هاي الواجهة راح تحوي بوش بوتوم كمان من نوع كائن من نوع بوش بوتوم، راح اسمي هذا الكائن previous، راح احفظه باسم first، لحتى هي الواجهة لها امكانية الربط مع واجهات تانية. بدخل على التابع الرئيسي opening fcn، بكتب الاسطورة التالية handle.output تساوي h object، انه تشغيل واجهه مثل ما شايفين هي choose default command line output for main، يعني هي اللي حتشغل لي الواجهه الرئيسيه. وطبعا الكل بيعرف شو يعني h object، كيف عم يتم التعامل معه، يعني سبق وشرحناها بالتفصيل ال h object. ال handles.s1 احنا سمينا التاج تبع الواجهه الاولى، S1 handle.s1 تساوي first، ال h1 تساوي gui data لتحديث بيانات البنية handles للواجهة الأولى، ال h1.next نرجع للواجهة الرئيسية، بنلاحظ التاج عندي s next، راح اعدل اساويه next، dot next تساوي راح تنقلني للواجهه handles dot s 2، لا عفوا هي ال h1 بالواجهه الاولى، والثانيه بالواجهه الاولى عندي فقط الباك اللي هي هاي او اللي سميتها previous، راح ترجعني لل h object اللي انا فيها هلا gui data handles dot s1 h1. حدثت البنية handles للواجهة الاولى، بنهاية ملف الـ opening fcn
set handles dot s1 الفيزيبل اوف. راح ارجع اعمل مره ثانيه update handles data. ممكن بطريقه ثانيه احط هاي, حط السطر البرمجي هون, وبالتالي ما عاد في عندي امكانيه لانه عندي ضرورة أن أعمل أكثر من مرة تحديث للبنية handles. هذا الجزء الأول بيتعلق هلا عندي الخطوة الأخيرة اللي هي برمجة الكائن. ببساطة رح أقول له set handles handles dot الواجهة الأولى اسمها s1 visible on, وال set handles dot h object off. هيك بكون انهيت الواجهة الأولى. هلا بالواجهة الثانية, بالواجهة يعني أو عفوا بكون انهيت الواجهة الرئيسية. بالواجهة الأولى رح أحط له هي هون ال h object اللي رح تعبر عن الواجهة الرئيسية, فبالتالي ال handles dot previous راح تعبر, راح ارجع فيها للواجهة الأولى مثل ما ملاحظين هون handles dot output, يعني الأوتبوت تبع الملف in file هاد هو ال h object تبع هاي الواجهة. مثل ما سبق وقلنا إنه ال h object راح تعبر لي عن الواجهة اللي أنا موجود أو الكائن اللي أنا موجود فيه. أما هون ال ال previous راح تنقلني على الواجهة السابقة, وهي طبعا مثل ما شفنا اذا رجعنا لل opening fcn تم هون جعل ال h object هي الرئيسية وقت يتم استدعاءها من الواجهة الأولى. رح ارجع عيد, تم بال الواجهة الرئيسية من خلال هذا السطر إخبار البرنامج أنه ال H object هي الواجهة الرئيسية لما يتم استدعاءها من ال H1, يعني الواجهة الأولى من خلال كائن يلي التاج تبعه previous يلي هو هون أعطيته القيمة 1. ال H object مخزن على أنه 1. راح أعمل update GUI موجودة. هلأ وظيفتي هون أني روح فقط على ال previous اللي set handles handles dot set handles dot الأساسية اللي هي ال s1 أو هون عفوا previous visible of وال set handles ما عاد في ضرورة لل handles h object visible on. لا عفوا بالعكس, لو شغلت هلا الواجهة يفترض انه هيك صارت الواجهة عندي كاملة. من رحت للأولى تمام, هون ناقصة انه ما لي حاطط له يخفي الكائن. لو رجعت للواجهة الرئيسية رحت على الكائن next ال h object of شو حاطه انا فوق بال تمام, هون handle dot output وليست h object تمام. لو هلا حطيت هيك شغلت له next اخذتني على الاولى back اخذتني على الثانية next الاولى back ارجع مرة ثانية شغل next اخذتني على الاولى back الثانية. في مشكلة بالفيرست
نرجع على الفيرست. كمان هي اتش اوبجكت بهالطريقة. هلا نيكست باك نيكست. لسه في مشكلة موجودة بالواجهة الأولى. نيكست باك ما خفى الواجهة الرئيسية الأولى. ممكن هذا الشيء يكون له علاقة بالتحديث البنية. H object previous GUI data handles previous on والoutput of previous واحد on GUI data. افترض ما يكون في اي مشكلة. لا ارجع احفظ الملفات وشغلها. تمام main next back next back. تمام ما في اي مشكلة. ما في عندي اي مشكلة بس كان تعليقة برنامج. بس الطريقة بامكاني اربط بين عشرات الواجهات العشرات الواجهات. بس اهم شيء وقت بدي اربط بين الواجهات يكون عندي شجرة واضحة للربط. ممكن يكون عندي ربط واجهة مع عدة واجهات. خلوني ارجيكم احد البرامج اللي تم اعدادها باستخدام الواجهات الرسومية. نشوف كيف تم اعدادها وكيف تم تجهيز الواجهة. البرنامج من اعداد المهندس ايمان يمان رجاب. رح ناقش معكم بس كيفية الربط ما بين ملفات البرنامج. لاحظوا بهذا البرنامج رح يظهر لي الواجهة الرئيسية. لو حطيت الفصل الأول رح ينقلني. صار عندي تشابه بس خلوني تمام. هلا لو شغلت الواجهه الرئيسيه الفصل الاول راح يعطيني واجهه الفصل الاول. عندي بالفصل الاول واجهه انتقال الفصل الثاني او العوده للصفحه الرئيسيه. الفصل الثاني راح يرجع لي يعطيني الفصل الثاني. الفصل الاول راح يرجع لي الفصل الاول. الصفحه الرئيسيه راح ترجع لي على الصفحه الرئيسيه. وبالنتيجه بعد ادخال كافه المعطيات مع اسم الطالب ممكن يحسب لي معدل الطالب. عندي مساعده راح يشرح وظيفة البرنامج. طبعا معروف الـ Help Dialog. خلونا نشوف كيف تم برمجة هاي الواجهات البرنامج. لاحظوا بالـ Opening FCN عندي واجهتين بالإضافة للواجهة الرئيسية. هذا ملف الـ Student Result هو ملف الواجهة الرئيسية. تم كتابة الـ Handle.Output يساوي H Object مثل ما ذكرنا. راح تظهر لي الواجهة اللي نحن فيها. تم تخزين بالبنية handles الواجهتين الأولى والثانية. تم إخبار البرنامج أنه وقت يتم تحديث البنية handles للواجهة الأولى الانتقال من الواجهة الأولى للواجهة الثانية. خبروا أنه Next وظيفة تنتقل للواجهة الثانية. العودة من خلال الكائن previous بالواجهة الأولى لل H object تحديث بيانات الواجهة. خلصنا من الواجهة الأولى راح نعرف الواجهة الثانية. الواجهة الثانية راح ينتقل فيها الكائن next للواجهة الرئيسية.
راح ينتقل فيها الكائن previous للواجهة الأولى، وراح يتم إعادة يعني update structure of handles أو update handle structure GUI data. رديت عملت update مرة تانية هون للواجهة الثانية، هون للبيئة بيئة الواجهات الجايد ككل. شغلت الواجهة الرئيسية مع إخفاء الواجهة الأولى والواجهة الثانية، ورديت عملت update لل handles structure طبعا. ونفس الشيء بالopening fcn كتبت handles.output تساوي h object والnext والpreview كل واحدة حسب لشو بتشير. وبالpush bottom الهايد الفيزيبل اون اوف نفس ما عملنا بالطريقة الأولى. خلوني أرجيكم كمان مثال تاني. بنفس الطريقة تم تطوير بيئة التعامل مع الأردوينو. نفس الطريقة تم تطوير بيئة التعامل مع الأردوينو. فلو اخترت الديجيتال إنبوت أوتبوت حطيت له نيكس، فبناء على القيمة المختارة راح ينقلني على الواجهة اللي عندي، فالنيكس راح تنقلني على الواجهة الخاصة بالديجيتال إنبوت أوتبوت. الباك راح ترجعني للواجهة الرئيسية. عندي ستيبر موتور درايف كمان راح تنقلني على الواجهة تبع الستيبر موتور درايف. الباك راح ترجعني على الواجهة الرئيسية. بهي الطريقة كمان وبنفس الأسلوب بإمكاني أربط مع عدد مختلف من الواجهات. طبعا كان بإمكاني كمان أربط ما بين واجهة ثالثة ورابعة وخامسة، بس هون متطلبات البرنامج ما خلتني، ما لزمت أكثر من هيك. بنلاحظ لو رجعنا على تمام لاحظوا هاي الملفات اللي عندي بالمسار المبين. لو عندي البرنامج الرئيسي اسمه main program، تمام هذا البرنامج الرئيسي. لاحظوا بالopening fcn لهذا البرنامج بعد قراءة الملفات الصور. طبعا كمان سبق وشرحنا هذا الشيء كيف يصير. عندي الواجهة الرئيسية، تم اعداد الواجهات الخمسة للبرنامج، تم تعريف الواجهة الاولى شو راح تعمل، الواجهة الثانية شو راح تعمل، الواجهة الثالثة كيف راح تشتغل، الواجهة الرابعة كيف راح تشتغل، الواجهة الخامسة كيف راح تشتغل. بعد ما تم شرح هذا الشيء كله، الهاندلز دوت اوتبوت تحديث للبنية هاندلز، تم اخفاء الواجهات كلها، وبناء على متطلبات البرنامج راح يتم ظهوره من خلال هذا الشيء. طبعا كمان سبق وشرحنا كيف ممكن نتعامل مع الراديو بوتوم. فلو اختار هون اول شيء كيفية الاتصال مع الاردوينو، بعدين لو الراديو بوتوم واحد له القيمة ماكسيموم هي الواحد، فهو تم اختيار بيكون تم اختيار الديجيتال انبوت اوتبوت، وبالتالي كل الواجهات راح تضل اوف تمام. كلهم لاحظوا لا يمكن اعطاء قيمة اكتر من واحد اون، وبالتالي كلهم راح يضلوا اوف او يأخذوا قيمة منطقية صفر، والباقي كلهم راح يأخذ قيمة منطقية واحد. بناء على هاي القيمة راح يتم الانتقال للواجهة المطلوبة. هذا الشيء وين تم كتابته؟ تم كتابته بالكائن تم كتابته بالكائن الـ next
هون يمكن مسمي تمام. تم كده بتضغط البوش بوتوم 3 من خلال قيمة اتباع لقيمة الراديو بوتوم راح يتم إظهار الواجهة المطلوبة. طبعا هي تقنيات برمجية كتير مهمة لأنه الوقت يصير عندي عدة واجهات لازم أعرف كيف بدي أتعامل مع الكائنات مع الراديو بوتوم مع أنواع مختلفة لحتى أقدر أربط وأتعامل معه لحتى يعني يظهر لي شاشة واحدة من الشاشات اللي بديها. تمام، في أي مشكلة؟ خلونا هلأ نناقش. خلونا نناقش هلأ المشروع اللي راح نبلش فيه إن شاء الله بالأسبوع الجاي من الدورة. هذا الشيء اللي بيتعلق بالواجهات الرسومية، الربط بين الواجهات اللي حبيت أطرحه. شكرا كثير لاستماعكم.